الحياة مرأة ورجل ما لازم نخليها الجهة معينة، هذا الشيء مو ذكي نهائيا. فلما يعرفون أني من العراق كلش يستغربون، ها أنت صدق عراقية؟ فأني بالبداية كنت استغرب انه ايه يعني عراقية، انه شنو مو كان فضائي. فيقولوا لي انه لا احنا ما متخلين انه النساء عراقيات يعني هيك شكلهم او هيك هواية يعرفون اشياء. في العراق هسه اكو ثورة سينمائية، يعني اكو كلش هواية ناس دا تصنع سينما بداخل العراق وخارج العراق. الجانب الأمني ممكن يأثر على حياتنا جدا، والعادات والتقاليد البالية كلش تأثر علينا، لكن هذا الشيء ما يمنع انه احنا نحاول باستمرار. بالعراق بحاجة لهذا الشيء جدا، لانه هي السينما كل الأفلام تتحدث عن قضايا خاصة بالرجل والمرأة، فمو من المنطق انه فقط رجال يصنعوها.